عبد العزيز اليوسفي رجل أعمال يملك مشاريع تجارية، أحد مؤسسي شركة بست يونايتد للإلكترونيات، ومهتم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. عبد الرحمن الفواز رجل أعمال والرئيس التنفيذي لشركة كوبيكل سيرفس لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومهتم في الاستثمار في المشاريع الشبابية للمبادرين الكويتيين. وضيفة الحلقة بدور السميط مهتمة في العمل التجاري وتملك مشاريع تجارية، ورئيسة شبكة سيدات الأعمال والمهنيات الكويتية. مشاريع المشتركين الأربعة أعجبت المستثمرين أثناء مناقشتها، ولكن يبقى تسويق المشروع وطريقة طرحه من قبل صاحب الفكرة هو العامل اللي راح يقرر هل سيتم الاستثمار بمشروعه أو لا. الارتباك واضح على أصحاب المشاريع، منهم اللي حاول يخفي الارتباك بابتسامة، وفي منهم من صرف تركيزه أكثر على التحضير وشنو الطريقة اللي راح يبلش فيها عشان تعجب المستثمرين. فكرة مشروع طلال هي الأولى من نوعها في الديرة، الأكل داخل السجن، تجربة يمكن حبها البعض وعاش تجربتها. شلون طلال راح يشرح للمستثمرين؟ السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم طلال اليحيى صاحب مطعم سل نمبر 9. شوف التقرير يلا. المشروع عبارة عن مطعم، حال أي مطعم، بس إن إحنا نقدم أطباق تقريبا العالمية، كل الأصناف عندنا، أغلب يعني الأكلات يعني أنا أكون مسويها. الفكرة الجديدة بالمطعم اللي هي عبارة عن شكل أو الثيم نفسه هو عبارة عن سجن. فكرة السجن مو موجودة بأي تقريبا دولة عربية، فإحنا قلنا نسوي الفكرة على أساس أن نجذب الزباين. إحنا أول ما فتحنا المطعم حطينا ببالنا أن بنجيب الشريحة الأساسية اللي إحنا مركزين عليها كانت الشباب. المشروع خذ مني أكثر من سنة، ولمن جيت أبطل المشروع اللي هو لقيت المكان تقريبا خذ مني هم من 3 إلى 4 أشهر، يعني نقدر نقول مو أقل من سنة كاملة. يعطيك العافية طلال. أول شيء قبل ما أبلش كلامي عليكم أمر، أبي جايب لكم كم طبق بس عشان تجربونه شوي قبل لا نبلش الحلقة. بس عسى من خبز وماي تو عبد العزيز. خبز وماي أكل سجن. أكل سجن وعدس. يا سلام. شكرا. Thank you. Thank you. إيه نعم. أنا لما نيت أخطي خطوة أن أدخل مجال المطاعم صار الوضع أنه خلاص يعني ما شاء الله على الديرة كلها كل شيء، يعني مبدعين بكل شيء ما شاء الله عليهم يعني. فاللي خلاني يعني متردد حزتها أنه شنو يعني، بس كانت ناقصتني شيء جديد أو فكرة جديدة أن أكون متميز فيها عن الباجي. فمرة من المرات شيء كنت قال يعني كنت قاعد طالع برنامج كان على أغرب الفنادق اللي بالعالم، فكان في فندق مسوينه على ما أظنه كان بنيويورك، فكان على هيئة السجن. فش اللي صار، زوجتي قالت لي أنت بفكرة غريبة، روح سو هالفكرة. وفعلا عقبها أنا اشتغلت على هالموضوع. تميزك كان بالديكور أكثر من ما هو بالأكل. أنا أول شيء الحمد لله ضامن أنا مثل مستوى الأكل حلو. بس إنه شنو، أنت شلون تجيب الناس، خصوصا أن أنا رايح أول شيء أول لوكيشن أنا كنت رايح لرايح مو لوكيشن اللي عليه ووكين كاستمرز على طول. فهذا اللي خلاني إنه شلون أخلي الناس تي، شلون أخلي الناس تتعنى، لازم فكرة جديدة أو فكرة تكون غريبة. الفكرة عجبت المستثمرين وبدأوا يفكرون فيها. إنك تدخل مطعم والمطعم شكل سجن، فهي فكرة حلوة. هو لعب المنيو ولعب الأتموسفير، الأجواء مالت المطعم، وهي فكرة يعني غريبة شوية، قد تشد الناس اللي عندها حب التجربة ولا الفضول ولا
زين المطبخ انت بنفسك تسوي الطباخ مالك، انت اللي تدرب موظفينك، انت اللي تورد الاكل من الموزعين او الموردين. هذا السبب ان انا خلاني اجيب شيف وعلى اساس انه يعطينا من هم خبرته، وانا وقتها انه اعطيته الريسبيز والاكلات وشي وكل شيء، وكل شيء سويناه وعلمك الشيف. عرفت الحين الطريقه شلون ولا الحين ايه الحين تقريبا صار لي سنه ونص انا من فتحت داون بالمطبخ المطعم داون بالمطبخ مالك. كنا عبد الرحمن وهق طلال، خلينا نشوف طلال شو يسوي. حسيت في ربكه بصوتي. شلون تداوم بالمطبخ مالك؟ انا كنت اداوم للحين اداوم، بس مو نفس اول ايام. شيء تقريبا مو اقل من 4 مرات بالاسبوع، مو اقل من 4 ايام بالاسبوع. خروج موظفين ودخول موظفين ما ياثر على استقرار المحل وجوده الاكل وجوده كلش ما ياثر. ليش؟ في شغله اسمها نوتس بيريد، اللي هو اول ما يستقيل 3 شهور. شنو سبب 3 شهور؟ الحين مثلا انا الشيف اللي عندي اذا بيستقيل، اهم شيء انك انت اللي مدربه. انا مدربه بالنهايه، يعني اذا مشى انت تجيب واحد ثاني وانت تدربه. بس كلها موجودة وحاطهم بالتجوري، لأن إحنا قاعدين نستخدمها بالملي. طلال أنا عندي سؤال فاينانشلي، يعني أنت الحين كم المبلغ حاط ببالك طالبة من المستثمرين؟ تقريبا طالب أنا من يعني حروة 105,000. المبلغ اللي أنا أبي إنه بدش السوق الخليجي. أنا حاط ببالي إنه أبي أدش بال، أنا أساسا عندي مستثمر هناك بالسعودية، بس أنا ما أنت عارف القوانين الفرانشايز دائما يعطون 7% حق. انت سويت فرانشايز محلك ولا ليه الحين؟ سويته فرانشايز. سويت يعني فرانشايز. انت بتبيع الفرانشايز؟ انا مو ببيع الفرانشايز، انا بدي الشريك مع انت رافض فكره الفرانشايز؟ لا مو رافضها، لا تزال موجوده. بدور انت واضحه الحين ال 105,000 ايش بسوي فيها بالنسبه لك؟ للحين مو واضحه ولا مستثمر. ما ادري ايش بتسوي. المبلغ وايد عود وطلال مو قادر يوصل الفكره للمستثمرين. خلينا نشوف شو يصير. انت الحين تقول لي بفتح بالسعوديه، اي 105,000 بعطيك اياها، ايش بتسوي فيها بالضبط؟ يعني شنو اللي مقابلها؟ بفتح المطعم. نكون شركاء معك في وين؟ شلون نكون شركاء معك في جميع؟ انت قلت شراكه حصه من الشركه بتاعتك. راح تكون الشراكه اللي هي تكون بالسعوديه. هذا مو موجود بالفرنشايز؟ يعني انت لما تسويها فرنشايز ما تحس انه احسن لك طلب؟ شوف في فرق، يعني السوق كله ماشي على نظام فرنشايز، ليش انت رحت قلت اسوي شراكه؟ صح، الفرق بين الشغلتين شنو؟ ان انت لما شنو فائده الفرنشايز؟ الفرنشايز انا ما راح اتكفل بولا شيء، وبالنهايه راح يعطيني 7% من المبيعات. عبد الرحمن قاعد يحاول مثل يقول ينصحك، يقول لك روح اتجه للفرانشايز، وانا يمكن ايده، لان انت لا تنسى في انت الحين اوريدي تعبت وحطيت ريسك، خلاص انت الحين بس استلم الكاش، استلم 7%، وبعدين الفرانشايزي فيه شيء اسمه ساين اب فيه، يعني انت على كل مطعم تفتحه راح تاخذ مبلغ زين. وبعدين انت ميزه الفرانشايز انه تفتح اكثر، يعني بدل ما تفتح واحد قنطر سنه سنتين على ما ترد فلوسك وراس المال، تقدر تفتح 6-7 وزيرو كوست. نادر وزيرو كوست، يعني بالعكس هو المفروض يجيب لك فلوس أكثر من ما هو يخليك. أنت شنك تقول مثلا الحين الواحد لما يأخذ الوديعة البنكية، أنا أدري كم العائد على 105,000 اللي بعطيك إياها، كم أخذ أتوقع يعني تطلع لي IRR مثلا من غير مبالغة من أول سنة؟ من أول سنة تردها كلها. لا مو أردها، أنت قلت لي متى تطلعها. إيه زين، تقريبا من أول سنة. طلال ال 105 كم النسبة اللي مقابل المبلغ هذا اللي أنت مستعد تتنازل عنها؟ المستعد تتنازل عنها تقريبا 25%. 25% بس مطعم بس اللي بالسعودية بالضبط. أنت لما تجي تعطيني المبلغ أنت راح تكون شايل إيدك، شايل إيدك من كل شيء. بالنهاية التعب كله راح يصير على منو؟ علي أنا اللي بروح أسوي كل هذا من A to Z. أنت يعني تبي مستثمر يشيل إيده بس يعطيك فلوس؟ بالضبط. الديل ما عجب المستثمرين، بس ليش؟ بيعها فرانشايز عيل. إيه بس أنت تتكلم، لا تنسى عن فرق برا الكويت، يعني صح. التايم مانجمنت مالك أنت، يعني عندك مشاغلك هني صح، وهذا فرع برا الكويت. شوف هو ما راح تفرغ له، يعني لا بد يكون له رول بالمانجمنت. هو ما راح. شوف بداية أول مشروع أنا فتحته
كان نفس ما قلت يعني لو مثلا انت الحين تي تعرض عليه مثلا وانا وقتها بعز اللويه بس عقبها يعني لما صارت في الترانزاكشنز تي يعني من كل الشغلات ايش سويت انا حطيت شركه ما شاء الله فانا حطيت لي شخص حق الهم مدير حق الاتش ار وهو اللي راح فالحين هذول خلاص الحين تاقلموا عارفين سيستم المطعم الله يوفقك ان شاء الله. طبعا عندي سؤال شوي بس يعني بكون دايركت الحين انت قلت الفرع الاول تقريبا كلفك اغلى من 100,000 إيه؟ فانت الحين قاعد تطلب من المستثمر انه يحط نفس المبلغ 100,000 ويملك 25% من فرع او من مطعم واحد برا الكويت وانت وما يتدخل بالاوبريشن اللي هو انت راح تكون ماسكه من A to Z ولكن انت مو متفرغ له بعد صح؟ مو متفرغ ما خالف انت عندك شركه صح يعني بالضبط هي اكيد يعني انت بالنهايه ما راح تكون متفرغ 100% حق هذا الفرع صح ولا اكيد يعني شيء طبيعي يعني. فالحين انا سؤالي شنو يمنعني انا احط 200,000 واملك 100% من مشروع شبيه لك او اشتري فرانشايز صار له 20 سنه او اشتري فرانشايز اي عاد هذا شيء يعني اكيد يعني انت اليوم كفرانشايز انا اول شيء اتمنى لك الخير اتمنى لك التوفيق ان شاء الله والتوسع مو بس بالسعوديه ان شاء الله دول الخليج والشرق الاوسط كلها والعالم. انا ما عندي اسئله زياده اذا عندك اي سؤال تبي تزيده ولا نشوف المتسابق. أنا الأمانة لا أنا راح أعتذر يعني الاستثمار. طبعاً أتمنى لك كل التوفيق. أجمعين يا رب. مثل الأخذ. أنا أقول أول شيء الله يوفقك. بس من تجارب اللي عشتها بالمجال التجاري المركزية جداً متعبة. فأنت قاعد تربط نفسك إنك تكون مركزي. شلون إن أنت تدير بالكويت وراح تدير اللي برا الكويت. صح. وعلى هذا السبب اللي استغلته وتفرغت حق الله يوفقك ان شاء الله ان شاء الله. طبعا انا اعتذر في الوقت الحالي يمكن بالمستقبل نرد نعيد نشوف النظر فيها فانت على عيننا وعلى راسنا ونتمنى لك كل الخير عزيزي غالي عزيزي غالي نتمنى لك كل الخير. شن طلال خوفهم يبون يستثمرون في الشركه كلها وهو يبيهم بس في فرع السعوديه وبهالسبب طلال خسر الديل. كنت حاط ببالي انه ما راح يوافقون. انا طبعا ما تعجبني هالشغله ان انت تبيني اكون شريك انا شريك معاك بكل شيء. طلب لي مبلغ وشراكه في ديره ثانيه انا احس انه لا المفروض ما يكون كذي. وتقول لا دش اوبريشن يعني انت بتدير فلوسي زين وانت مجاب 3 مطاعم بالكويت ومطعم هناك يعني انت اذا بتوزعها ها وهذاك ابعد هذاك بدوله ثانيه كحدود فانت يعني 10% من وقتك بتحط على مشروعي تبي نحط وجهة نظري بس اللي حبيت أنقلها حق طلب إن المستثمر ما راح يدش وياك على ريسك محل واحد فقط أنت بتفتحها بالسعودية في دولة أنت أصلاً داش لها حديثاً. في مستثمرين كبار وناس عالميين قولتهم يطقها وما تضبط معه وفي ناس ما تتوقع منهم تضبط معه فعلى قولتهم no risk no gain يعني الواحد إذا ما يخاطر ما الحين دور عبد الجليل راح يقدر يقنعهم ولا راح يخسر الديل. السلام عليكم. السلام. يعطيكم العافية. السلام. معكم أخوكم عبد الجليل حبش. أنا المؤسس والمدير العام مال شركة ريبا ملك التجارة العامة. خلينا نشوف البرزنتيشنك أول. قبل لا تشرح لنا عنها. أنا مشروعي عبارة عن شركة إلكترونيات بماركة كويتية إحنا مسوينها مسجلينها بالكويت وبأمريكا. الفكرة مالت المشروع هي أن إحنا نطور منتجاتنا وتصميمها مواد الخام ومواصفاتها وكل شيء بالكويت وبعدين نصنعها بمصانع بالصين لأن بالكويت ما في مصانع إلكترونيات متوفرة ما في أصلا ماركة إلكترونيات موجودة بالعالم العربي بشكل عام. إحنا الشركة الأم مالت الماركة.
التكلفة بشكل عام احنا قاعد نتكلم عن مبلغ تقريبا ما بين 400 لغاية 500 ألف دينار كويتي. المبلغ اللي محتاجينه هذا أساس أنه أول شيء نزيد تشكيلة المنتجات اللي عندنا. الشيء الثاني اللي محتاجينه أساس سالفة أنه نجيب ناس عندهم خبرات أكثر أساس نقدر ندش مو بس بالسوق الكويتي ولكن ندش بالسوق الخليجي بعد. أحسن الله يوفقك إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله. عاد من مصلحتك عبد العزيز اليوسفي عندهم. إيه نعم. يوسفي ما شاء الله معروفين على. بس يوسفي. يا أخي ما راح تطلع إلا لازم عندك ديل. تناص الفرص هذه ما يبي لها روح تعال يعني في البزنس. اليوم هو قاعد يبيع برودكتس وقدامه شخص عنده من أكبر المعارض في البرودكتس اللي انا ابيعها اكيد ابي اسكر ديل فانا احاول دائما احب كذي يعني الكل يستفيد عرب او شيخ نعرف شم المبلغ اللي قلت المبلغ اللي طالبه المبلغ اللي قاعد نطلبه هو نص مليون دينار مقابل حصه 40% من الشركه المبلغ صدم المستثمرين المبلغ اللي كان طالبه وايد كبير كان ودي ان يعني ابين انه هو داش ومو عارف شلون يقيم يسمونه مشروعه كم بيعكم بالشركة سنوية؟ آخر سنتين إجمالي إيراداتنا تقريباً وصلت 52 ألف السنة اللي طافت كانت سنة 2018 كانت إيراداتكم 52 ألف؟ 52 سنة 2017 كانت 17 تقريباً ألف السنة هذه وصلت تقريباً 30 ألف هذا طبعاً أنت تتكلم نت بروفيت ولا ريفنيو؟ لا ريفنيو ريفنيو إيه على أي أساس قلت بي 500 ألف؟ عبد الرحمن مو عاجب المبلغ اللي طلبه عبد الجليل مقيم الشركة بمليون وربع تقريبا مليون وربع على أساس أن سالفة أن بعد خمس سنين تكون قيمتها هذه على أساس الخطة اللي احنا مشينا فيها بهذه الطريقة أنا قيمتها مستحيل مستحيل هذا يعني التقييم هذا غريب جدا وقعد أول سنة كم كان بيعك؟ أول سنة كان تقريبا 17000 دينار وثاني سنة 52000 30000 والحين 52 يعني في صعود اجمالي 52 اي عدد الوحدات المباعه تقريبا 18600 احنا طبعا في حاشتنا اشكاليات لوجستيات معينه بالمشروع كاي مشروع جديد والحين حاليا الحمد لله الاداره الجديده فيهم البركه قاعد يحاولون يعدلون الموضوع وقاعد يحاولون يساعدوننا بالموضوع هذا فان شاء الله متأملين خير من صوبك انت تدري ان شغلك يعتمد على كوانتيتي سيل يعني ان انت لازم تبيع كميات كبيره فإنك إذا أنت ما طلعت برا السوق الكويتي راح يصير عليك جدا صعب إنك تزيد كمية بيعك لأن أنت اليوم السوق الكويتي سوق صغير ومحدود صحيح صح ولا لا صحيح فشنو خطتك على من دخول على سوق دول جديدة يعني؟ إيه بشكل عام هي أول شيء السوق مال الإكسسوارات بالعالم يقارب ما يقارب 22 مليار دينار كويتي حلو السوق مينا نفسه تقريبا 5 ل 4.5 مليار للأسف احنا ما عندنا الداتا الواضحة حق هالموضوع ليش لأن المنتجات اللي تي بالإكسسوارات عند الجمارك الـ HS كود اللي يحطون الكود الخاص بالمنتج يحطون موبايلات إكسسوارات وايد شغلات معينة وراء بعض فيبين المبلغ ضخم بس هو فعليا مو مبلغ ضخم السوق الإكسسوارات اللي بالخليج نفسه ما يقارب 3 مليارات دينار كويتي اوكي فالخطه اللي انا حاب امشي عليها هي سالفه ان احنا نكون الوحيدين اللي نعتبر منتج كويتي او منتج عربي هذه المين بوينت اللي بحاول اسوق عليه هذا يعني او السيلينج بوينت مالتك سؤالي اذا انت الحين تقول لي انا اسوي الديزاين مال البرودكت معناته تقدر تسوي ديزاين حق اي شيء نحتاجه بالالكترونكس ولا ما له شغل أقدر أسوي ديزاين مال أي شيء وكانت الخطة الأساسية مالتنا أول ما دخلنا مع الصندوق كانت سالفة تدرون اللي يعرضوا عليها سالفة 10% مناقصات تروح حق المشاريع الصغيرة أو المنتجات الوطنية شو اللي يحدد إذا المنتج منتج وطني؟ إنها تكون علامة تجارية لأن عندنا وايد شركات اللي كل الشغلات اللي داخلها جايه من برا لكن علامة تجارية تمثلها علامة محلية فإحنا كنا متأملين أساساً على هذه الشغلة إن إذا 10% من المناقصات تروح حقنا مدام إحنا الشركة العربية الوحيدة مالت الإلكترونيات المفروض الإيرادات تكون عالية عليها عفواً عبد الجليل هي مو 10% هي أنت كمنتج محلي سعرك يكون أغلى من المنافس ب 10% بس مو 10% من المناقصات تروح حق منتج محلي
قانونا للحين 10% من المنتج من المناقصات تروح حق المنتج 10% للمشاريع الصغيره المشاريع الصغيره الباب الخامس اي نعم عبد العزيز عندي اسئله وايد لا وقبل الاوفر عندي اسئله عندي ايش كثر الستوك اللي عندك حاليا ارتبك عبد الجليل يعني كانت صدمه شويه حاليا تقريبا كم قيمته تقريبا 60,000 60,000 زين السؤال الثاني والمارجن النسبة تقريبا ما بين 35-40% هذا دايركت صح بس انت ما حاولت تبيع هول سيل لا احنا قاعد نبيع عن طريق شنو عن طريق قنوات نسوي وياها مثل ما تقول اجريمنت انهم يمثلون منتجاتنا ويبيعون منتجاتنا بالسوق توجهت الى الريتيلرز وحاولت تحط يسمونه بوب اب ستور ولا شيء كذي توجهت حق المحلات اول شيء كانت كارثه لان ليش؟ الريتيلرز بشكل عام المحلات خلينا نقول محلات الموبايل ما يبعرون راسهم بالمنتجات الجديده او يحاولون يسوقونها انلس اذا انت عندك انسنتيف تعطيهم اياه وحتى الانسنتيف اللي نعطيه احنا ما ينافس الشركات الكبيره كم تقريبا تعطونهم نعطيهم تقريبا نص دينار على الحبه او مثلا نعطيهم نسبه نعطيهم تقريبا ما بين 1% لغايه 0.5% شيء كذي سؤال اخير بعطيك اياه قبل لا اعطيك ردي تفضل انت الحين لما تطور الهاردويرز يعني احيانا الهاردويرز يحتاج انك تطور معاها سوفتويرز فهل انت كشركه عندك الامكانيه في تطوير الهاردويرز والسوفتويرز اللي يشغلونها ولا بس الهاردوير عند اطلاع يمكن اكثر على الجانب السوفتوير او جانب البرمجي مال التكنولوجيا بشكل عام حاليا احنا ما قاعد نطور اي سوفتوير انا طبعا لل400 وال500 اعتذر بسبب ان انا ضد ان تفتح اس كيوز اكثر عبد الجليل خسر اليوسفي يمكن انا ما اتفق مع الاستاذ عبد العزيز على سالفه الاس كيوز او ان منتجات وايد ان نحطها لان ايماني هو ان مدام انت جبت منتجات حتى اذا منتجات وايد اذا منتجات انت عارف ان هذه مناسبه حق السوق راح تقدر تمشي فيها وتقدر تبيع فيها وتقدر تكمل فيها الاوفر مالي انا دخلك على بست كل معارض بس اليوسفي طبعا المارجن اللي بينك وبينهم انت تتفق معاهم حلو بس مقابل ادخلك على معارض بس اتوقع ممكن عندنا 13 أو 15 معرض اخذ 10% من ارباحك اللي بست 10% من الارباح مالوتك حلو فبعد ما انت تبيع لهم او الكونسايمنت بعد ما يبيعون وتصفي حسابك الشهري كم انت تطلع انا اخذ 10% منه حلو فهذا الاوفر مالي اذا في احد ثاني بيعطيك اوفر ديل عبد العزيز اليوسفي ما عجب عبد الجليل فاذا انت مهتم انك تدخل في اكسبانشن بلان والخطوط اللي انا ابيها منك ولا واحد من اللي انت اوريدي مسويه هي ممكن اكثر راح تكون تاورد السكيورتي الكاميرات الارتفيشال انتليجنت الداتا اناليسز السوالف هذه اذا عندك اهتمام في هالشيء فأنا يعني يشرفني أحط إيدي بيد ولديرتي على بقى الله يسلمك الله يوفقك أعتقد أوكي اسمحوا لي بس العرض مال الأستاذ أحسن شوية لأن من ناحية لا تقدر تأخذهم أثنينهم لا لا يعني مو واحد ولا أوكي سؤال وايد لو ماشي مع عبد الرحمن بتسكر الشركة على طول من باشر عرض عبد الرحمن كان أحسن من عرض عبد العزيز من ناحية واحدة إنه كان راح يدخلني على فنيو أو شيء جديد غير الشغلات اللي أنا شغال فيها الحين عرض عبد العزيز لو كان على سافة استثمار نديش كشريك لأن أنا آخر اليوم أنا اللي محتاجه فعليا أنا محتاج مو بس كاستثمار أموال أنا محتاج استثمار شريك فعلي يكون وياي فكر انت قول اذا موافق ولا لا اوكي يلا زين ممتاز ناخذ منك التعاطين اوكي لا نسلم على الله يحفظك التوفيق ان شاء الله اجمل عسى الله يوفقك ان شاء الله حياك الله الله يسلمك كل التوفيق عزيز وغالي حياك الله شكر لك هو كشخص ما شاء الله عليه اسامي ذكي شاطر مجتهد من الصفر راح سوى شيء يمكن 90% من الكويت يعني الشباب اللي كبره واكبر منه ما سووا فلما طلع قاعد اقول حق عبد الرحمن قاعد اقول له انت استثمرت بالشخص
مو بالهذا وهو سوا صح. فعشان كذا انا ما قدرت ادش معاه بس حاولت اساعده نتعال بيع بالمعارض يعني. عبد الجليل بشطارته قدر يدخل 2 من المستثمرين في مشروعه وكسب ديل اليوسفي والفواز عكس طلال. مساء الخير. مساء النور. يعطيكم العافية، عساكم على القوة يا رب. الله يعافيك. بداية أحب أعرف عن نفسي، معاكم المخترعة عبير إبراهيم النعيمي، نائب أمين عام الجمعية الكويتية لدعم المخترعين وعضو منتسب لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. والنعم فيش. نبي نشوف التقرير الحين. المشروع عبارة عن تواليت تكنولوجي عصري مخفي في مقاعد السيارة. هو عبارة عن آلية وتقنية جديدة أتت لمعالجة عدة احتياجات في المجتمع. الآلية هذه طبعا متكاملة من الماء والكهرباء والمعقم، عبارة عن كلها بالتاتش واللمس. الفئات يعني اللي مستهدفة لهذا الاختراع هم فئات الأطفال من عمر 3 سنين إلى 7 سنين، أيضا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا يعني للرحلات الطويلة وللسفر والتنقل. الفكرة أول ما جات رسمتها برسومات المتواضعة، ظليت يعني أشوف شنو ممكن أحط عليها، حاولت أني أدخل الإنترنت يمكن أضيف شيء شيات، وبالفعل من هني استلهمت عدة أشياء وضفت عليها. رحت حق مركز صباح الأحمد، قعدنا طبعا مع مهندسين متخصصين، فهني لما تقعدين مع المصمم أو المهندس ننقل له الصورة اللي إحنا راسمينها البسيطة ومع شرحنا وهو أفكاره ما شاء الله، فهني تتطور يعني ويضيف لنا يعني ما شاء الله تطلع الصورة متكاملة. ممتاز عبير، الله يوفقك ان شاء الله. شنو اللي تبينه بالضبط يعني من المستثمرين؟ للأمانة اللي هو يعني اخذ المنتج و يرى النور في يعني في الساحه، يعني كمنتج جديد تسويق يعني ينعش الاقتصاد. احنا شنو تبينه ستريت فورورد مباشره؟ تبين فلوس، تبين هندسه، تبين صناعه، تبين تسويق، شنو ولا كل شيء؟ انت بس اختراع؟ لا تمويل طبعا. تبين تمويل؟ اي نعم كتمويل. أوكي. في البدايه بالك مبلغ معين؟ اي نعم هناك مبلغ معين طبعا، مو من عندي، من طبعا استنادا لمكتب استشاري تقني وفني، هو يعني استقرا من اي تو زيد يبتدي يعني تقريبا 200,000 دينار كويتي. واللي بيدفع المبلغ راح يكون شريك او مستثمر مالي فقط؟ يعني راح يدفع لك الفلوس وانت تكملين الشغل ولا يكون؟ والله انا الامانه اتمنى يعني ما احب الشراكه. عبير اصدمت اللجنه، تبي فلوس من غير شراكه. يعني عبير اللي بيعطيك 200,000 ما يدش وياك شراكه؟ يعني هذه وجهه نظري للامانه. يعني انت مقتنعه بالشيء هذا؟ في شخص تتوقعين يعطيك 200,000 يعني شنو يعطيك اياهم؟ قرض مثلا؟ كل بساطه عبير عندها خوش فكره بس ما عندها مشروع. مو استثمار. اي انت شنو تبين؟ هديه؟ وجهه نظري حق عبير ان هي على اساس طلبت ال 200,000 اذا هي ما تدري ايش بتسوي فيها بالضبط؟ فكان رايي لها بكل بساطه فكرتك حلوه بس تبي دراسه كامله. رحت جهات الدولة اللي تمول الأشياء هذه ولا ما رحت؟ إيه الأمانة رحت لجهة معينة، لكن إذا ما تبين شراكة هم أحسن ناس لأن هم اللي يعطونك، بس هم يعطونك على سبيل القرض. بالكويت هذه ممكن تصير من خلال الدولة، يعني الدولة حطت الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمول بس ما يدش شريك، بس هو ممول بالنهاية، يعني المبلغ اللي يعطيك إياه يعتبر دين. في جهة معينة قالوا لي يعني لازم مصنع وما أعرف إيش ويقام ومتيبين تيم معين كله من أي تو زيد، هذا شوية يعني الأمانة تخوفت. إيه فقلت لا شوية يعني فيها مسؤولية كبيرة يعني بالنسبة لي. بين على عبير الارتباك. الأمانة لأن وجود مستثمرين بالحلقة شوي خلاني ارتبك، احس نوع من الارباك، مع ان انا يعني
يعني قاطعة شوط كبير من اللقاءات، لكن هالمرة أول مرة يحدث معي كذي. سويتي بروتوتايب ولا بس رسومات هندسية؟ لا الأمانة لحد الحين أنا حابة طبعاً، لا لابد من دراسة الجدوى في البداية، بعدها يأتي البروتوتايب، ومن ثم طبعاً لانطلاق المصنع ورؤية المصنع كم يعني تكلفة المنتج. يعني ما سويتي بروف أوف كونسبت ولا سويتي بروتوتايب ولا سويتي دراسة؟ عيل شنو الميتين ألف اللي قلتي أبيها بناء على مستشار ودراسة؟ أمشي في هذه الخطوات كلها يعني أيه. الأمانة يعني دراسة الجدوى عندنا بالكويت مكلفة جدا، يعني لا يخفي عليكم في دراسة جدوى تبتدي من 5000 وفوق وفي أقل. كلام عبير ما يازلهم. في أمور كانت تقدر تسويها بدون ما تدفع 3000 5000 اللي هي تطرقت لها كدراسة جدوى. ألو يا أخي دش الإنترنت سو جوجل. هذه بس كدراسة جدوى. نأتي للبروتوتايب. بروتوتايب بالنسبة لي بناء على كلام المصمم التايلندي اللي لجأت له، الرينج يعني يبتدي من 6 إلى 7000، هذا بروتوتايبي أنا فقط. وبناء على المستشار اللي الفني والتقني اللي أعطاني استشارة سريعة كوك، مهي دراسة جدوى، قال يعني فقط عرضت عليك بالنسبة للسرير وكالبورتبول، أو هذا قال لي هذا الحسبة 200,000. 200,000 بناء على شنو؟ إنه كتأسيس بداية تأسيس شركة. لا لا تشبحين على تأسيس شركة وانت للحين ما عندك بروتوتايب. عبد الرحمن طلع من طورة. يعني أنا بقول لك رأيي الشخصي وهذا قراري بعطيك إياه مباشرة. أنا أعتقد أنت للحين في البلانينج ستيج. صحيح. والبلانينج ستيج محتاجة المزيد من الدراسات والمزيد من النظر في المشروع هذا. نعم. وهذا شيء أنا مستعد أقدم لك إياه وأساعدك فيه، بس لازم أخذ شراكة. تقولي لي ما أبي شراكة ليش أساعدك عيل صح ولا لا؟ عبد الرحمن قدم عرض وايد مغري. عرض عبد الرحمن ممتاز لها، راح يعني يعطيها فرصة تقلل التكلفة من دراسة الجدوى، لأنه هو راح يعطيها دراسات وراح يساعدها في هالشيء، فأتوقع أن فرصة حلوة أن تقيس نجاح مشروعها عن طريق عبد الرحمن. عبد الرحمن هم أعطاها أوفر وأنا حاولت أن أدزها على الأوفر، بس ما للأسف ما صار. يعني هو قال لها أنا أسوي لك دراسة الجدوى بمقابل، يعني أنا لو مكانها أقول له كان جاوبت قلت له أوكي 50% من المشروع من الباتنت من حق اللي يسمون هذا الاختراع وسوي لي دراسة الجدوى. بروتوتايب دائما يكون أغلى من إيه، بس مو 7000 يعني مو والله المنتج مالي 300 بروتوتايب يكلف 7000. لا تسلط. سؤال ثاني، أنت تشوفين نفسك انتربنور امرأة أعمال أو مخترعة؟ ممكن امرأة أعمال. ها عبد الرحمن مساء عطاك أوفر فقال لك أنا مستعد أتناقش معاك لنسبة من فكرتك، وإنه يبلش يسوي الدراسة الجدوى أو الماركت ستدي اللي أنت قلتيها، وأنا الأمانة نصيحتي ناقشي على النسبة اللي مستعدة تبيعين جزء من سمونا مشروعك حق هذا اللي عطاك الأوفر، لأنه هو هذا أتوقع أحسن شيء لك اليوم أول خطوة تأخذينها. أنا الأمانة أشوف أن الموضوع يعني كمستثمر ما نقدر أو بالنسبة لي ما أقدر أدخل في المشروع. أتمنى لك كل الخير وكل التوفيق، وأنت شوفي راجعي نفسك واللي تبينه يصير إن شاء الله. أتمنى لك كل التوفيق. الله يقبلك إن شاء الله. توفيق إن شاء الله. هو ترى صدق ترى مكلف في البايلوت، لأن أنا كنت قاعدة مع أحد مخترعين معاهم بالجمعية علشان يسوي نموذج أولي حق مغسلة كلفته 13,000 من الصين. طبعاً صح؟ من الصين، وشفتها ترى صبة واحدة، لأن أول واحد يكون مولد بس يعني أنا كان بصراحة شغلها ما في مولد. وين المولد؟ وين المولد؟ أشر لي وين بتسوي المولد؟ ما أدري. ماكو مولد شفته ما شفته طلعته. بلا بس في كهرباء. وين مولد؟ أنا أقول بعدين في شيء. مو مولد. كرامة يغسل وفي شيء ينظف وشيء يطهر وعطر قالت أي صح. بس أنا يعني أنا لازلت دايبر يحل المشكلة، يعني بالنهاية هي شنو الحاجة تخترع شنو؟ الحاجة من الاختراع. وشغلة ثانية سرير بالمستشفى. وتحته مرحاض، أنا على طول كويشن مارك على موضوع النظافة والبكتيريا والجراثيم والباء والسيارة. أنا أشتري سيارة أشيل الكرسي، يعني لبسة بامبر خلاص يعني.
المخترعة عبير النعيمي حاولت إقناع المستثمرين بس للأسف ما قدرت، وطلعت بعرض خجول من عبد الرحمن بس ما وافقت عليه. يا ترى شنو مصير ثامر بهبهاني؟ خلنا نشوف. السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم ثامر بدر بهبهاني، والنعم صاحب مشروع، الله يعني فارق صاحب مشروع أكوا مارين إكزوتيك فارم. شوف التقرير ريان يعني. شوف التقرير. شركة إكزوتيك أكوا مارين إكزوتيك فيش فارم، معرض كامل متكامل حق الأحياء المائية. مشروع تقريبا هذا وقت أكثر من 3 سنوات، مرينا بكثير من الصعوبات، أنا أسميها تحديات أكثر ما هي صعوبات. أي مشروع له تحديات، شغلات الأكبر والأصعب توفير السيستم الصحيحة والبيئة الصحيحة حتى إحنا نقدر نطبق هذا المشروع. إحنا فكرنا أن حيكون الفيز ثاني انترتينمنت ونفس الشيء مطعم. النوع من المشاريع تحتاج دراية على طول وكوست ماشي، سواء بالرواتب الموظفين بالإضافة إلى كوست معيشة الأحياء اللي موجودة. ممتاز، عسى الله يوفقك إن شاء الله. أجمعين أطولنا. الحين أنت تبيع سمك زينة وتبيع السيستم مع السمك والمينتنس. احنا شغلنا كامل سلمك الله من 3 لاينات او ثلاث قطاعات مختلفه. الاحياء المائيه اللي هي الاحياء نفسها، من بيع ريتيل، من استيراد وبيع ريتيل، ومن تصدير نفس الوقت. عندنا احنا اكثر من هول سيستم نسميه الهولدنج، نجمع فيه الاحياء ورد مره ثانيه نسوي لها اعاده باكينج ونصدرها حق الريجن اللي دار مدارنا، الدول اللي دار مدارنا مبدئيا، وحتى في بعض الامور يعني او في بعض الاماكن الحين وصلت لاوروبا، ولكن الامانه للحين ما فتحنا خط حتى نتمكن بريجننا نفسه. أوكي. اللاين الثاني احنا عندنا شغل السيستم والاكواريوم نفسه اللي هو بالاكريليك، احنا نشتغل بماده الاكريليك، ماده الاكريليك اللي بالاحواض شويه معقده بالتصنيع بالاحواض، والسيستم مالها يسمونه سيستم تجاري غير عن الفلاتة العاديه اللي يشتغلون فيه المراكز العلميه والبابليك اكواريوم يسمونهم او الووتر زو، لها طريقه اداره مختلفه ولها طريقه معيشه مختلفه انت تاسسها حتى تقدر تعايش الكم الهائل من الاحياء اللي يكون فيه بالاحجام اللي يصير فيها، مثلا الشاركس او الستينغريز والامور الثانيه من الاحياء. واللاين الثالث اللي هو لاين المينتننس والاديوكيشنلز، يعني احنا عندنا جزء من الستاف اللي موجود هم مارين بيولوجيست. مارين بيولوجيست شغلهم في إدارة السيستم هذا بعد ما احنا نركبه، شلون يشغلونه، لأن تشغيله غير عن تركيبه. يعني انت زباينك كلهم كوميرشال ليفل كله؟ يعني لا لا، عندنا مستشفى كويس، عندنا اللاين الاول اللي هو الريتيلينج، عندنا معارضنا موجوده مالت الريتيلينج، وعندنا اللاين الثاني اللي احنا اكثر امانه مركزين عليه اللي هو التصنيع، والكوميرشال اللي هو القسم التجاري اللي سواء مع المراكز الحكوميه او مع الشركات الكبيره اللي احنا نشتغل فيها. تفصل الاحواض؟ اي، نصنع الاحواض الكبيره. تصنعها؟ اي، الاحواض الكبيره. من مو من زجاج تصنعها؟ من الاكريليك. عندنا لاين الزجاج العادي، ولكن احنا تحدينا وشغلنا اللي احنا يعني متميزين فيه اللي هو الاكريليك. ليش؟ عشان التشكيل يعني الاكريليك يتشكل وياك. الاكريليك يتحمل الضغط العالي، اذا سويت حوض 7 8 9 متر الزجاج يوقف لمرحلة معينة أو يوصل لضغط معين ويوقف، بعدين وياك يقول لك أنا ما أتحمل. اللي يمشي وياك الأكريليك، فالأكريليك فيه ثيكنس عالي 50-60 سنتي بالعرض، يستخدمونه حق الأماكن الكبيرة وضغط الماء العالي. المشروع عجب عبد العزيز. زين، أول شيء كذا سؤال شوية فاينانشل. تفضل. المبلغ اللي يسمونه طالبه كاستثمار، كم النسبة اللي ناوي يعني تبيعها من الشركة مقابل المبلغ؟ صح. وبعدين ودي هم أعرف إن أنت بالريتيل إيش كتر تبيع، وبالهولسيل إيش هذا يسمونه الكوميرشال إيش كتر تبيع، بالثري لاينز ملوتك قصدي إيش كتر تبيع؟ خلاص، خلنا نأخذ بس أول واحد، أول مرة واحدة واحدة. أول شيء قبل أقول لك المبلغ، إحنا مو جايين نبيع جزء من الشركة هذه، جزء من الشركة هذه أوردي ماشي، إحنا ماشيين فيها، ولكن إحنا عندنا فيز ثاني اللي هو فيز اللي يصير المطعم اللي ذكرت لكم إياه. كنا ثامر راح يغير مشروعه. إيه، هو طبعاً يتكلم عن المطعم، يعني هو قاعد يقول إحنا بنسوي مطعم، يعني ما له شغل بمشروعه، هو مشروعه مال سمك وأحياء بحرية وبيع سمك الزينة والأشياء البحرية المختلفة، بس قال أنا ودي أسوي مطعم، المطعم هذا يكون الديكورات مالته أحواض سمك.
هو راح يصير مطعم بطابع ووترزو، يعني هو مكان معلم يتضمن مجموعة من الأحواض. بنفس الوقت أجزاء من الأحواض أنت تقدر تتفاعل مع الأحياء، نفس اللي توكل السينغريز البوند، الدش بالبوند، الأماكن البريدينج مالت بعض الأحياء السهل اللي أنت تسوي لها بريدينج في الأماكن هذه. غرض الأكل ولا لا 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 الزينة؟ لا لا غرض الزينة، غرض الزينة. المطعم يعني كأنك قاعد تحت الماء، أسماك تشوفها موجودة معينة نادرة، يمشي يمك شارك يمشي. تأسيس المطعم هذا يعتمد على حجم المساحة اللي موجودة، لكن احنا حطينا برزنتيشن صغير وحطينا مساحة افتراضية على 500 متر وسوينا نموذج لهذا المطعم. قلنا سوي مطعم زين، احنا يمكن ولا واحد فينا راعي مطاعم كان، لو واحد كان راعي مطاعم قاعد كان يمكن والله مخمخها دراسها وشافنا اوكي محرز يسمونه المبلغ والفكره محرزه. شنو الاحواض اللي تحتاج تحطها وشنو الاشياء اللي بتسويها وشنو شنو، فطلعوا ويانا يعني المبلغ 370 تقريبا 370 ألف. اخترتوا مكان ولا ما اخترنا مكان؟ توقع ابدا ما اخترنا مكان، حطينا فكره المشروع شلون صاير يعتمد على المستثمر. 370 ألف على بس الديكورات، ديكورات من غير معدات المطبخ ولا إيجار لا لا المطبخ لا الأصول أو المبالغ التأسيسية تشغيلية غير لها شيء ثاني. المبلغ وايد عود يا ثامر. المشروع مكلف جدا، لكن السؤال اللي بعده، هل مشروعي هذا اللي أنا شغال فيه أو حطيت هذا المبلغ معه كمستثمر راح يرجع المبلغ أو لا؟ محسوب من المطبخ، محسوب من المطبخ ومو محسوب من الإيجار، محسوب من الأصول المطبخ الأحواض الديكورات وإرادي أنا بسكرة من شنو تحديدا؟ من بيع المطعم، من بيع المطعم، من بيع لا ما في بيع تذاكر إكواريوم مثلا. يعني الفكرة راح تكون مطعم كامل. مطعم ما إحنا أمانة ما تقدر شلون بتسكر المينتيننس مال أنت تقول لي مسوي المطعم كله 500 متر كله أحواض، يعني هذا صيانة بس يمكن يأكل إيراد المطبخ يكفي. احنا بنجل احنا الشير اللي جايين فيه ايه؟ ان المستثمر يسوي المشروع ايه؟ واحنا نديش 25% ايه؟ ويع المستثمر بالمشروع هذا نشيل المينتننس والاحياء المائيه والتغذيه. احنا عندنا الستاف موجود، يعني نسبه دخول الشريك اللي راح تكون معاك حق المشروع الجديد اللي هو المطعم 75% 370 ألف تشمل انه هو يكون لاحق الاداره في المطعم. صحيح صح صحيح. والديكور كله من ضمن الكوست هذا ولا راح يكون 25 اللي عليكم؟ لا لا الارباح احنا 25% من الارباح. يعني ال 370 يدفعها المستثمر، احنا ندش 25% من الارباح مقابل احنا نشغل الاحياء على فكره التشغيل السيستم والاحياء اللي موجوده شارك والامور هذه السايتس اللي احنا نسميها اللي مهددة بالانغراض مكلفة وايد مو شوية، يعني ترى أرقام. يعني تقدر تعطينا تقريبي يعني المبلغ اللي يكلفكم ال 25؟ أنا بقولك عن الصيانة. ايه؟ عن الصيانة على 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 الديمو اللي احنا سويناه المطعم من 4000 ل 6000. دامر يحتاج رأس المال زائد إدارة وخبرة في تخصص المطاعم. الفورمات مال الديل كان ما كان واضح، انت تبيع وحيرنا كل المستثمرين، تبي انزين تبينا انا اشيل الريسك مال المطعم، تبينا انا احط ديكور، انزين انت الحين 370 او 360 شلون وصلت لها؟ دراسه زي انت يعني مو مسوي مطعم، انت مو صاحب مطعم، فالدراسه يمكن تكون صح او غلط، فهذا هو مخمن المصاريف التشغيليه حتى قاعد اقول مو موجوده. انا من ناحيتي اتمنى لك الخير، اعتقد ان الفكره حلوه وايد، خصوصا اذا انت تستهدف اليهال يصير هو مطعم وهو اكواريوم صح نفس الوقت. صح فكرة جبارة صحيح. بس ك 500 متر ومبلغ 370 ألف أجرب فيه أعتقد لا. يمكن وجهة الخلاف بيني وبينه ما هو كان وده يبديها على سكيل كبير شوية، يقول 500 متر حق المطعم هي أقل مساحة أنا أقدر أحط فيها ديكورات. فكرتك وايد حلوة، أتمنى لك الخير أجمعين إن شاء الله. بالنسبة لي أنا عندك أنا أتوقع نفس ما قلت إن أتوقع أن أحسن مستثمر يكون معه هو مطعم المطعم بالضبط. أجمعين إن شاء الله، يعطيكم العافية وما قصرتم شكرا. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، أجمعين إن شاء الله.